زواج محكمة، رحت عند قاضي. في زواج مدني بالعراق؟ قاضي محكمة، زواج شرعي عادي قاضي. يعني شيخ؟ أيوة قاضي، ما مو شيخ. كذب علي هواية أليكس. يعني يقول لي نايم، أعرف أنه هو سهران مثلاً. أثارت الفنانة العراقية رحمة رياض جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد أن تحدثت في مقابلة عن زواجها بدون مأذون. أهلاً بكم في هاشتاغات مع غالية. تفاعل المغردون مع التصريحات التي أدلت بها المغنية العراقية رحمة رياض في برنامج تلفزيوني حول زواجها من الممثل ألكسندر علوم على يد قاضي وليس مأذون. هل تزوجت رحمة رياض مدنياً؟ يعني شنو؟ محكمة؟ يعني مش دينياً؟ محكمة، أي تزوجت محكمة. ليه؟ ما عندنا وقت. مش شرعي يعني؟ يعني تزوجنا بالمحكمة، ما أعرف بعد شرعي. يعني ما رحتي عند الشيخ؟ لا. بعض المغردين ساند رحمة واعتبر أن زواجها شرعي 100%، مؤكدين على أن عقد القران على يد قاضي أمر شرعي وقانوني لعدم وجود زواج مدني في العراق. كما اعتبرت رحمة أن هذا النوع من الزواج منتشر في العراق وأنهم ليسوا أول زوجين يلجؤون للقضاء لعقد القران. وكان حفل زفاف رحمة على ألكسندر صيف عام 2021 قد أثار تساؤلات عديدة لدى المغردين. فحسب الصور جرى الحفل المتواضع في حديقة منزل لم يعرف أين، بحضور اقتصر على أقرب المقربين من العروسين. كل صيف أنا وياك نجمة بالسما وغيرنا، نسافر فوق ما نرجع، يعوف الكوكب وغيره. وكانت الفنانة قد تحدثت في مقابلة عن علاقتها بالممثل وعارض الأزياء الأمريكي من أصل عراقي ألكسندر علوم، وعن اللحظات التي كانت تفكر فيها بالعدول عن الزواج به. كذب علي هواية أليكس. يعني يقول لي نايم، أعرف أنه هو سهران مثلاً. أليكس في مرحلة بالعلاقة أنا وياه بطل بيها شجاع، خلص استسلم. يعني هي كانت مثل أنا وياه، أنه يا نكمل يا ما نكمل. مشاركة رحمة رياض في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم كانت أيضاً حديث المغردين. فبعد أن فشلت المغنية في الوصول إلى ملعب البصرة في الموعد المحدد بسبب الازدحام، اقتصرت مشاركتها على تقديم فاصل غنائي بين صوتي المباراة الافتتاحية.